إن الهاتف الذي طلبته غير متاح الآن، يمكنك الاتصال به. إن الهاتف الذي طلبته غير متاح الآن، يمكنك الاتصال به لاحقا. خالد بيه، أنا بحاول أكلم حضرتك، تليفونك مقفول. يا ريت حضرتك لما تسمع رسالتي كلمني. كنت عايز أكلمك بخصوص الفوج الطلياني اللي جاي لنا، ما تنساش وحياتك. شكرا. شوف لي الناس اللي فوق دول ناموا ولا إيه؟ تمام؟ تمام. خلص لي، شوف لي الملفات جوه الدال على العربية. ملفات الاستقبال وملفات المدير. تمام. شيك لي على الاتنين اللي ورا دول، شوفهم بيعملوا إيه، بس بعد ما تخلص. يلا امشي. روح شوف لي الملفات. هو حضرتك ايه اللي بيحصل هنا؟ في ايه؟ مين حضرتك؟ انا شريف صالح، مدير المنتجع. اهلا وسهلا. ممكن اعرف بس تواجد الشرطه هنا ليه؟ في ايه؟ انا معايا امر من النيابه بقفل وتشميع المنتجع. قفل وتشميع؟ ليه؟ في ايه؟ المدعو خالد نجيب. مدعو؟ صاحب المنتجع. كان واخد قرض كبير جدا من البنك ومعرفش يسدد الاقساط، فالبنك حجز على المنتجع. طب يا فندم، النزلاء والعمالة اللي في المنتجع ايه موقفها؟ احنا نقلنا النزل الفنادق التانية، والعاملين دلوقتي بيمشيهم من المنتجع. طيب خالد بيه فين؟ ممكن اشوفه؟ والله يا فندم انا نفسي اشوفه، بس خالد بيه هرب بره مصر قبل ما النيابه تطلع امر بالقبض عليه، ومن دلوقتي بقى لحد لما المنتجع يتباع في المزاد العلني تقدر تعتبر نفسك وجميع الساده العاملين في اجازه مفتوحه بعد اذنك. اجازه مفتوحه؟ الله يخرب بيتك يا خالد بيه. اجازه مفتوحه؟ شوف البيت. حسين، شفت اللي حصل؟ شفت. وفي ظل الظروف العصيبه دي انا شايف ان حضرتك اولى مني بال 200 جنيه دول. كسفش، احنا اخوات. وبعدين دول مش ليك، للولاد، كلهم من عمكم حسين. شوف وشك بخير. اصيل حسين. حول الله قوتك. الله يخرب بيتك يا خالد بيه. أجازة مفتوحة. مالك يا حبيبي؟ حزين كده ليه؟ الدنيا مش سايبة حد في حاله يا ماما. حصل إيه يا ابني؟ كفى الله الشر. أبداً. صحيت من النوم فجأة كده لقيت نفسي عاطل. بقيت خالي شغل. المنتجع اللي بشتغل فيه قفل لأن حصلت فيه مشكلة بين صاحب المنتجع والبنك.